نعم أستاذة حميدة من هنا تتفضل. السلام عليكم عم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك عم الشيخ؟ بخير الحمد لله. كل سنة وانت طيب. وانت طيبة وبصحة وسلام. معايا مشكلة مع اخويا عم الشيخ. ما ربنا ما يجيب مشاكل عاد. الله يخليك. اخويا كان عايز يتجوز ولد وياخد بنتي. طيب. وراح انا بنتي مش راضية هي. بنتك مش راضية تاخد ابن اخوك؟ حقها. قال لي لو ما خدتش الواد اخصبي عليها. لا اوعي تعملي كده، اوعي تخصبي عليها. البنت ما رضتش اني اتزوج، قالت لي انا لو خدت هموت نفسي. قلت له لا انا بنتي مش راضيه بيك مش عايزاه. وليت بقى قال لي لو ما اديتنيش بنتك تحرم عليا ما تدخليش بيتي. طيب انت بتساليني بقى ليه؟ والبيت ده بيت ابويا يا عم الشيخ. طيب اهو اجاوب حضرتك يا حاجه حميده. بصي يا حاجة حميدة، احنا عندنا أربع أسئلة. هل يجوز ليك إن أنت تكبري بنتك على إنها تتجوز ابن أخوكي؟ لا لا يجوز، لأن الجواز دوت أصلاً أمر يخص هذه البنت ودخولنا معها فيما يتعلق بالمساعدة في الحفاظ على حقوقها وعلى خدمتها والحفاظ لها على زواج مناسب ليها. الأمر الثاني، هل رفض بنتك ده أمر شرعي وجائز؟ نعم رفض بنتك أمر شرعي وجائز، لأن مش بس لما يكون الشخص مناسب هي لازم تتجوزه، في الآخر خالص إن هي مش راضية. تالت حاجة، هل لأخوك الحق في تهديدك؟ لا لا يجوز إن هو يهددك، فأمر ليس بيدك ومش من حقه إن هو يهددك، وليس لمسلم أن يهدد مسلم. طيب حاجة الرابعة، حلفانه بقى إن أنت ما تدخلوش البيت الذي لا ملك له عليه أو ليس له ملك تام عليه، مش من حقه. يعني هو ليس من حقي أن يمنعك من دخول البيت، حتى لو أقسم فهو يتحمل قسمه وليس له أن يمنعك من دخول هذا البيت.